العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك سيدي يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أكرم الله عنهم الرحمة وطهرهم تطهيرا. ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجا والتجا إليكم يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سعادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا مظلوم يا غريب كربلاء يا ومسلوب العمامة ظلما والردى يا مولاي يا أبا عبد الله يا سيد الشهداء. قد أوهنا يا أجل الديار الخالية والرحو يا مؤمن. قد أوهنا جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار وماليا ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناعٍ يجام بنا فرج الحسين إلى العراق وظنه ترك النفاق إذا العراق كما تدعوه للعناء فأجابه ودعاهم الهدى فردوا قست القلوب قست القلوب فلم تمل لهداية تبا لهاتيك القلوب القاسية. ليش قست القلوب يا مولاي؟ يا ما ضاق طعم فراتهم حتى قضى عطشا يا فغسل بالدماء يا ابن النبي المصطفى وصي واخذك يا ابن البتول زاكيا Yeah.
ليش يا شيخ ليش يا شاعرنا يا لأنست رزيتكم رزايانا التي سلفايات وهونت الرزايا الآتية وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية لا في لقوم صرعوا في كربلاء كانت بها جالهم متدانية. ايش عندك يا ابن فايز يا كربلاء كم في صاعة من صوايا ويا كربلاء كم في جناحة من نوايا علاي ما من في ترابك بالقايا يا حسرتي رب طبلو على عرجي كربلاء كم من بلايا في صارت ويا كربلاء كم من مصونة فيك حارت في تربتك يا كربلاء البدور غابت باقي البقية بوع الشمس المضيئة كربلاء دون الأراضي نلت الفخر يا غادري يا بذبحة حسين دعنا لك الزوار من أقصى البلادي داوين يا زوار قالوا الغادري والعطية يقول يا حسين قلنا لكن المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلت وإليه أنيب العاقبة للمتقين لا عدوان إلا على الظالمين ما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صلوا على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد صل على محمد وعلى محمد نزول الإمام الحسين بأرض كربلاء صلوات الله وسلامه عليه مع أهله وبنيه وبنو عمومته وأصحابه.
البعض منا يتوقع بأن كان نزول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الخامسة الإمام طلع من مكة المكرمة في الثامن من ذي الحجة ووصل إلى كربلاء في الثاني من شهر محرم يعني يوم كامل. لكن ترتيب العلماء بالماضي على هذا الترتيب لأن سبقت بعض الأمور ما نقدر يعني علماء يفوتونها مثل خروج الإمام الحسين من المدينة وخروجه من مكة ومسلم بن عقيل المنظر إلى ثورة الإمام الحسين، فتقدمت هذه الأيام على يوم نزول الإمام الحسين بمكة وأيضا لقرب المصيبة وتصاعد المصيبة شيئا فشيء يعني صار ترتيب مرتب إلى هذه الوقت. لما خرج الإمام صلوات الله وسلامه عليه من المدينة المنورة خرج مع أهل بيته ومن عمومته وبعض أصحابه، يعني بعض الأصحاب طلعوا من المدينة المنورة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مثل منهم مثل جون العبد مولى أبو ذر. هذا لما حضر أبو ذر الوفاة قال لي يا جون الحق بآل محمد، قال هذا ذخر الدنيا والآخرة. كان رجل مقاتل شجاع عظيم المنزلة حتى على لون الأسود، كان مقرب عند أهل بيت العصمة والنجاة، وصل إلى مقام جدا راقي حتى كان يدخل مع العلويين ويجالسهم. الإمام يقول هذا من أبو ذر الغفاري، هذا خرج مع الإمام الحسين يقول لي أبا عبد الله أنا صدق مولى لأبو ذر الغفاري، لكن أبو ذر الغفاري باقي إليكم سيدي وأنا باقي معاك حتى يوم العاشر من المحرم ليلة العاشر. وقال له الإمام يا جون أنت على الخير تبعتنا، بكرتك كفى أصابك من مرارة مع أبو ذر الغفاري، اتخذك طريقا، خذ هذا الفرس وامضي، خذ هذا المال اطلع يا جون خلنا. قال لي أبا عبد الله أفي الرخاء الحسب صراعكم وفي الشدة أهلككم؟ قال لي أبا عبد الله إن لوني الأسود وريحي لنت، اجعل هذا اللون وهذا الدم يختلط بدمكم. ولما خرج في يوم العاشر من المحرم يقاتل حتى سقط على بوغاء كربلاء، يقولون الرواة نظرنا من الحسين عجب. وشين العجب اللي نظرت من الحسين؟ يقول لما سقط جون اجوا اوقف جواد مسحق، فيقول نزل من على الجواد يتخطى خطوه خطوه. وسوى الامام اول ما وصل له رفع ذلك البدن الطاهر وضمه الى صدره، وخلى خد الامام، شوف خد معفر بدماءه، وخلى خد الامام على خد العبد الاسود. يقولون غريبه، خل خد على خد العبد الأسود، قام إن الإمام وتساقطت دموعه عليه وهو يقول اللهم بيض وجهه وطيب. لأي درجة؟ اللهم بيض وجهه وطيب ريحه. هذا فاز بالدنيا وفاز بالآخرة وشاف الجنان وشاف المقام العالي، معنى عبد أسود حلش. والآن تقف إذا وقفت عليه وتقول السلام عليكم يا أنصار الله، أنصار رسوله وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد في أرض كربلاء، وتقول طبتم وطابت العهد التي فيها بهذا المقام العظيم. مو مقام، هذا خرج مع الإمام الحسين نهبة وبقى مع الإمام الحسين في مكة. لما وصل الإمام الحسين إلى أرض مكة على الرواية وصلها في الثاني أو الثالث من شعبان،
بقي في أرض مكة حتى الثامن من ذي الحجة. كانت الأنصار تستقسم إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مثل منهم مثل عابس بن شبيب الشاكري، ومثل من معاوية البلبلي أو عمرو بن زياد. هذول كل جو التحقوا بالإمام الحسين في مكة. فلما التحقوا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه، ومن ضمنهم من الذين التحقوا بالإمام صلوات الله وسلامه عليه ابن عمه ابن عباس. ابن عباس ما أكرم الإمام بشيء، لا نصر الإمام هو، وما قدم واحد من أولاده إلى نصرة الإمام، بس وقف معه الإمام صلوات الله وسلامه عليه معه موقف عظيم. حتى لما دخل عليه واحد من أهل الكوفة وقال له يا ابن عباس ما رأيك في دم البعوضة؟ لا، ضربت البعوضة وقتلتها وسال دمها على يدي، أطهر هذا الدم لو لا؟ قال له الرجل من وين؟ قال له من الكوفة. قال له قمت بعد عني، من دم الحسين ما راعيكم لي حرمت، راعون لدم البعوضة قم عني يقول لي ما راعيكم لدم الحسين. الجنود راع ما عندهم، ترى أهل الكوفة كانوا البعض فكر بأن أهل الكوفة كلهم كانوا على غدر وعلى خلال. مولاي كان عندهم حبيب بن مظاهر، عندهم برير، مسلم بن عوسجة، وغيرهم مثل عابس بن شبيب الشاكري. هذا الإمام علي شارك مع الإمام علي في حروبه، شنو يقول؟ يقول عابس بن شبيب الشاكري ساك الله بالخير، يقول أمير المؤمنين في حق عابس بن شبيب الشاكري، يقول لو كان عندي مثله 10، يقول راح أفتح مشارق الأرض ومغاربها. أريد عشرة من عابس بن شبيب الشاكري. تعرف عابس بن شبيب الشاكري لما أذن له بالقتال طلع لابس إليه سروال وقميص وحاطة عمامة، يقول لي بنير تعال 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 يا عابس، وين رايح أنت؟ قال لي رايح المعركة، رايح المعركة. قال أجل أنت يا عابس؟ مسك قال لي دعني أجنني. وهذا الرجل إلا لما برز في يوم العاشر من المحرم وقف عابس بن شبيب الشاكري نادى هل من مبارز؟ وتقدم قال يا أهل الكوفة إجاكم الموت الأحمر، من عابس بن شبيب الشاكري؟ عمر بن ساعد وخولي وحجاج بن أبجور وحرملة كلهم ذلين كانوا في مقدم الجيش. لما برز عابس بن شبيب الشاكري كلهم رجعوا إلى مؤخرة الجيش. قالوا ليه؟ قال هذا ما ينزاح، هذا نعرف عابس بن شبيب الشاكري، هذا رجل موار، فقد شهدنا حروبه مع علي بن أبي طالب، والمرعب هذا الرجل. في ليلة العاشر من المحرم لما قال لهم الإمام هذا الليل قد أسدل سكاره فاتخذوه فلا، كل واحد يمسك بيد واحد من أهل بيتي وتفرقوا عني في سواد هذا الليل. هذا وقف بموقف واحد فقط. العباس قام وخطب خطبة، أبناء عقيل خطبوا لهم خطبة، حبيب خطب خطبة، مسلم بن عوسجة خطبة، برير خطب خطبة، زهير خطب خطبة. لما وقف عابس بن شبيب الشاكري الكل سكت، وقف المهوار. شنو راح يقول عابس؟ اللي أطاع عبد الله ما عذري أمام أمك الزهراء يوم القيامة. بعد ما تكلم بغيرها مش حالنا، قل أخذ يجهش بالبكاء كالطفل الرضيع يبكي رافع صوته.
وقول ما عذري امام امك فاطمه يوم عما تكلم بغيره. ولما برز خافت الفرسان منه وما جو اليه الا بعد رمي السهام عليه والرماح وهو يقاتل حتى سقط على بوغات كربلاء ويجي الامام ويتعنى الى مصرعه. يتعنى الى مصرعه الامام. وعندنا منه هذا النصراني وهو لجد ظرف فسطاطه وخذ يبحث عن الماء يمينا وشمالا. كانت زوجته بالخيمة وأمه ضريرة العين ما تشوف. وإذا أقبل له الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال أين وهب؟ قالوا له خرج يبحث عن الماء. يبحث عن الماء بينما هو كذلك. وإذا بالإمام يخط بإصبعه ويجعل أصابعه في التراب حتى نبع الماء من تحت يده الشريفة. صاحت أمه هذا المسيح ابن مريم. هذا المسيح ابن مريم قامت ورشحت شربت الماء. مجرد أن شربت الماء وأصاب وجهها رد الله عليها بصرها ببركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. صل على بصرها ببركة الإمام. لما اجوها شاف الماء ونبع أمام فسقاطة. دخل على أمه قالت أنت بني وهب تنفدت. قال يا أمه رد الله بصر. رد الله بصر. رد إلي البصر لقد جاءنا المسيح ابن مريم. الخط إيده وخلى يده في التراب وتدفق الماء. تدفق الماء من بين يده. هل هذا مو المسيح ابن مريم؟ وين راح صاحب هذا؟ قال لك فسطاطه. قال انا عرف هذا اجتني والدته بالليل ودعتني الى نصرتها. واعلنت اسلامي. اعلنت الاسلام على يدها. واخذ امه وزوجته وراحوا الى مخيمات الامام ابي عبد الله الحسين. هذا لما قتل وهب دخل عليهم بفرسه يمينا وشمالا دارهم بشدة فنه بالقتال. فتكاتفوا عليه حتى قتلوه واحتزوا راسه ورموه وين؟ أمام أمه. قامت الأم قالت عن إذنك يا أبا عبد الله. أخذت راس ولده وقذفته مرة أخرى على القوم. قالت ما بنعطيه ما نعطيه لفاطمة لا نسترده. بعد اللي عطينا ما نريد ناخذه ما نسترجع. شوف إلى أي درجة إسلامهم كان قبل دخول الإيمان إلى كذا. فعل نفس العظيمة. شو هالمقام الجليل. شو هالنفوس التي تجلى له الله في شخص الإمام صلى الله عليه وسلم. سلامنا عليه. ومن ضمنكم زهير ابن القيل. تعرف زهير ابن القيل كان أشد الناس عداوة لأبي عبد الله الحسين. يقول والله لا أطيق النظر في وجهه. يقول الحسين ما أطيق النظر في وجهه. ولما خرج هو بضعينته زهير مفخرة العرب وفخرها ومفاخرها زهير. قالوا ليه يا زهير ترى ركب الحسين يسير معانا؟ شنو قال لهم زهير؟ إذا سار الحسين نحن نقف وإذا وقف الحسين نحن نسير. لأنه كان عثماني الهوى. حتى وصلوا إلى ما قبل الزبالة واضطروا إلى أن يقفون
في نفس المكان للتزود بالإمام ضرب في إسقاط زهير وضرب في إسقاط الحسين. قال الحسين لحد من أصحابه تعالى قال أمضي إلى زهير بن القين وقل له بأن أبا عبد الله الحسين يدعوك. يدعوك مو دعوة عادية، هذه دعوة إلى جنة، دعوة إلى رضوان، دعوة إلى مغفرة، دعوة إلى فوز بجنان. أهلي وقف على فسقاته قال السلام عليكم. قال من زهير بن القين؟ قال هذا هو أميرنا زهير بن القين. قال يا زهير إن الحسين بن فاطمة يدعوك، إن بنت رسول الله يدعوك. ومشى عند الرسول، قال إلى أصحابه وقومه أنا ما أنت صالح يا زهير، هل ستجيبه؟ قال ما لي على الحسين، وماذا يريد من الحسين؟ إجت زوجته. قال الزهير يدعوك ابن بنت رسول الله ولا تجيبه، يدعوك صدقه ابن فاطمة هذا ابن الزهر ولا تجيبه، اذهب إليه استمع ما عنده شو شو يريد منك، لست أنت مفخرة العرب وقومك؟ التفت إليه قال إذا خير يا ذا الهم. قام تقلد سيفه والقوم ينتظرون في فسقاط راح عند الإمام صلوات الله وسلامه. رجع قال يا قوم، اجتمع القوم كلهم عليه، قال منذ وليتموني عليكم هل بدر مني تقصير؟ قالوا لا والله. هل خنتكم في شيء؟ قالوا لا والله. هل رأيتم مني شيء ورأيتم علي شيء؟ قالوا لا والله. قال إذا أنتم في حل من ذيعتي. وين رأيت؟ راح ألقي أخبرك سيد الشهداء أبو علي. قال لي بالأمس لا تطيق النظر في وجهه، واليوم تريد تلتحق بركبه. يا دلهم جزاك الله عني خير الجزاء، امضي إلى حالك. راح أطلقش يا دلهم. يا لحظة وين يا زهير؟ قال راح ألتحق بركب أبا عبد الله. قالت أبو علي جاي لوحده لو معاه نساء. قال لي لا، مع زينب واخوات زينب وهاشم والعلويات وغيرهم. قال لي خذني وياك، اطلع وياك يا زهير، يقعد انا اطلع معاك يا زهير. روايته تقول شلون دخل عند الامام وطلع اول ما دخل، يقول بأن الإمام أشار له من بين يديه أو بين إصبعيه حتى نظر الواقع بأكملها. شاف منا مرتبة في الجنان، قال لي أنا وياك أبو علي. وطلع زهير بن القين. لما طلع هذا الرجل العظيم يوم العاشر من المحرم لما برز، قال لقد برز ضرغام العرب وفارس. من هذا؟ لو هذا زهير بن القين أخذ يقاتل فيهم يلعب برمحه وسنانه وسيفه، ما استطاعوا عليه، تكاثروا عليه السهام، فأصاب سهم قلبه وسهم في فخذه. وما فارق الحياة الدنيا، ما فارق الحياة الدنيا، شوف فخر عظيم هذا الرجل، ما فارق الحياة الدنيا هكذا، لا، فارق الحياة الدنيا وهو متكئ على سيفه، ما سقط على الأرض. أبو علي رايتك ما أنزلها، لأنه صاحب ميمنة الإمام، ما أنزل الراية. ومضى إلى الله شهيدا محتسبا. وعندنا اللي بعد ذكر في هذا اليوم الحر، حرني يزيد الرياح. هذا أول ما دخل على الإمام في ليلة العاشر من المحرم ويوم العاشر من المحرم، شنو سوى؟ قال يا عبد يقيد يدي
هو وابنه مقيدين له ومصمج عيونه. ليش قال استحي ان انظر في وجه ابا عبد الله الحسين؟ وليش يا حر قال لقد ارحبت قلوب الهاشميات. سحبوه الى الامام. قال من هذا الحور؟ قال حور؟ قال سيدي ابا عبد الله خيرت نفسي بين جنة ونار وحالة نفسي إلا بالجنة هو العذر أمام أمك فاطمة. أبا عبد الله أنا من روعت قلوب الفاطميات روعت قلوب العلويات إلي من توبة. جاء الإمام وضع يده على كتفه قال يا حر إن تبت والله عليكم. خرج مع ابنه يقاتل ولما قتل ابنه ورجع مجروح في رأسه في جبهته حمل ابنه وخلاه أمام الإمام وقال له يا أبا عبد الله هذه هدية هذه كفارة. أي كفارة هذه؟ هذه كفارة ترويعي إلى زين وأخوات زينب هذا ابني أبا عبد الله. قال له مهلا يا حور شنو اللي براسك؟ قال لي سيدي مجروح. قال لي تعال يا حور قطع الإمام يا بيبي شيخ وربط ذلك الجرح بثوبه الضاحك ربط الإمام ذلك الجرح. ولذلك لما حفر قبر الحر للشاح عباس صفوي يقولون أول ما حفر قبره مجرد أن لفع اللبن لأن الرياحيين شالوا الحر بن يزيد الرياحيين كربلاء ودفنوه عندهم قالوا هذا فخرنا ومفخرتنا وما زالت السيوف بأيدينا يا ابن نحس والله لا تقطعون رأسه هو الوحيد اللي ما قطع رأسه لا تقطعون رأسه. وأخذوا دفنوا عندهم. لما فتحوا قبر الحر فاحت منه روائح المسك والعنبر. شاه عباس يقول ما إله إلا الله من 900 سنة إلى اليوم إلى اليوم شاف العصابة هي على رأسه. قال أنا أريد هذه العصابة شيلوها من على رأسه شيلوها أريد أحتفظ بها. رفعوا العصابة من على رأس الحر بن يزيد الرياحي وإذا بالدماء تسيل تنزف. قال لهم الشاه عباس قال لهم أوقفوا الدم بأي طريقة حاولوا أن يوقفوا الدم بأي طريقة. إجا واحد من العلماء قال لي يا شيخ عباس لا يرضى إلا بهذه العصابة. قال لي ليش؟ قال لأن هذه العصابة في يوم العاشر من المحرم ربطها الإمام له على جبهته ما يريدها إلا هي. ومجرد أن خلوا العصابة على رأسه وقف الدم ورجعوا إلى قبره وأمر ببناء قبره. وأول من لنا قبر الحر بن يزيد الرياح من هو؟ الشاه عباس. شوف هذول كلهم كانوا مع الإمام قبل أن يدخل إلى كربلاء كلهم. الإمام يسير حتى وصلوا إلى بئر ماء قال لهم الإمام تزودوا من الماء املأوا القرب بأكملها. أمرك أبو حنيفة ملأوا القرب بأكملها. أخذوا يمشون وإذا واحد من أصحاب الإمام ينادي الله أكبر. قال للإمام كبرت كبيرا وعبرت عظيما لما كبرت؟ قال لي سيدي أرى رؤوسا من أب. قال بعض الأصحاب أبا عبد الله ما عهدنا في هذا المكان نحن. قال ماذا ترى؟ قال إن صدق ظني يقول أرى رؤوس آذان الخيل ورؤوس الرماح. قال لي الإمام وأنا أقول بهذا تقدموا وإذا بالحر بن يزيد الرياحي في 1000 فارس قد أقبل. أول ما أقبل قال السلام عليك يا أبا عبد الله. قال وعليك السلام من الرجل؟ قال الحر بن يزيد الرياحي. وإذا بالإمام أول أمر قال اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشيف. قل حتى الخيل اسقوه
شلون رشف الخيل ترشيف مولاي ورشف الخيل ترشيفا، يجيبون هنا يصبون به الماي، ينزل الخيل راسه يشرب، يرفع الراس مره ثانيه، يرفع راسه مره ثالثه، اذا رفع راسه يبعدون عنا الحناء. هذا هو ترشيف الخيل. الله يا ابو علي حتى الخيل الضر انا تشكيه. واذا بالامام يلتفت الى سخي القوم، شاف علي بن الطعان المحاربي. هذا الرجل قال للإمام يتصبغ الماء عن يمينه وشيمه، يقول له أنا خراوية ما فهم. إمام حجازي وهذا كوفي يقول له أنا خراوية ما فهم. وإذا بالإمام بأبي وأمي يقوم ويضع يده المباركتين إلى ذلك اللعين لكي يشرب الماء. وهذا يوم العاشر من المحرم، يقول حميد بن مسلم كلما سمعته يقول وحق جدي أنا عطشان، وحق أمي فاطمة أنا عطشان، وحق أبي أمير المؤمنين أنا عطشان. يقول حميد بن مسلم يقول راح فارق الحياة، سهم المثلث في قلبه، والضرب على الضربة، والطعن على الطعن، وأمين. يقول نزلت إلى مشرع ملأت له وعاء من الماء، استقبلني علي بن حمزة، علي بن الطعان المحاربي، قال إلى أين الماء؟ قال لكي أسقي الحسين، قال دعه يموت عطشان. يقول ثلاث مرات يسكب الماء من يدي، يقول حتى مضى الحسين من هذه الدنيا عطشان. ثم التفت بعد أن أذن المؤذن، قال يا حر أصلي برجالك وأصلي برجالك. قال لي حشى أبو علي، نصلي بصلاتك يا ابن رسول الله، نصلي بصلاتك. عندها صلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولما فرغ من صلاته التفت إليهم قال لهم ما أتيتكم إلا بعد أن جاءتني كتبكم، وأشار إلى اثنين من أصحابه قالوا ائتوا بخرجين مليئين بالكتب رسائل بيها، ألقاهم أمام الحر. قال انظر يا حر ما أتيتكم إلا بعد أن وصلتني هذه الكتب. قال أبا عبد الله أنا ما كتبت لك ولا علم لي بهذه الكتب، أنا مأمور أن أعبدك وأدخل بك على الأمير عبيد الله بن زياد. قال لي أنا والعلي بن أبي طالب داخلين بالمرجانة. قال لا أسير معك. قال أخي عباس، قال لي لبيك أبو علي. قال شد الضعائن وركب العلويات، شدة الضعائن ركبنا العلويات على المحامل. أخذ الإمام يسير والحر يقول لا أدعك، والإمام يقول لا أسير معك. صار بينهم ضربا بالصياط على فرات الخيل، فتداخلت النياق في بعضها البعض، فصحنا العلويات صيحة واحدة يا محمد. التفت الإمام إليه قال يا حر ثكلتك أمك، أرعبت قلوب الفاطميات من بنات محمد. يا أبا عبد الله والله لو قال لي هذه الكلمة أحد غيرك لما تركت أمه من الثكب، لكن شبيدي أمك الزهرة، شبيدي من يحكي عن فاطمة. قال لي أبا عبد الله إذا خذ طريق لا يؤدي بك إلى، لا يرجعك إلى المدينة ولا يدخلك إلى الكوفة. التفت الإمام، من منكم يدل الطريق على غير الجادة؟ قال اضطروا ما حال سيدي أدل الطريق على غير الجادة. قال لي روح أول الركب وحده بنا ونظم النياق، إنا قطروا بأطراف ماح. قال لي على أمرك سيدي. راح وإذا يشوف العباس ماسك زمام ناقة عظيمة والراية ترفرف على عودجه، يقول لي سيدي أعطني زمام الناقة لقد أمرني الإمام أن أعدو. قال لي أطر الله أنت كفو كريم، لكن هذا الزمام بإيدي ما يزمع. قال لي سيدي الإمام أمرني أن أحد. قال لي يا طرماح كفؤ، لكن هذا الزمام ما يطلع من يدي. قال لي سيدي. قال يا طرماح أتعلم من على الهودج؟ قال من؟ قال مخدرة علي وفاطمة.
هذه مولاتي زينب. قال لي سيدي لا يفوتني هذا الشرف، خلني امسك بالزمام. قال لي يا ترمح امسك اسفل الزمام طرف السفلي، وانا راح امسك الطرف الحلو لان حاحت والدي امير المؤمنين على حماية زينب. ويا ترمح مولاي والله يعودك، وراح الرايح بعد ما بقى راح الرايح ويا ترمح. فلما مسك الزمام اخذ يحدو بالنياف مناديا يا ناقتي لا تدعري من زاد صوتك وامي بنا قبل طلوع الفجر يا بخير كبار وخير سائر يا مالك
نهدي جميعا ثواب الفاتحة قبلها صلوات.